رجعنا من جديد في فير بلاي، نبداو في استقبال ضيوفنا، ولكن الحدث غدوة المنتظر، حدث منتظر تقريبا منذ اكثر من عام، منذ اكثر من ولا حتى اكثر شويه، هلال الشاب غدوة باش يتحدد مصيره، سواء نستنى شنو باش تاخذ الانديه بالديسيزيون نتاعها غدوة باش نعرف مصير هلال الشاب الموسم القادم في الرابطه الاولى او لا. على كل باش ناخذ رك التفاصيل من عند رئيس النادي سيد توفيق المكشم، معنا على بالتليفون. سيد توفيق اهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين معك الكل. مرحبا سي توفيق. دونك خلينا نبداو من جديد، ظهر لي تفاجئتوا بالديسيزيون اللي خذته الجامعه التونسيه بعدم دعوه رئيس النادي للجلسه العامه هذه، ولا كان منتظر؟ لا 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 لا، نحن ما نتفاجئوش، انت تعرف في القرارات نتاع الجامعه هذيا من لا هي ما تاخذش حتى دوموند وديشارج، ما نتفاجئوش منها. نحن الجامعه هي اللي طلبت، قال تعطينا شكون باش يجي ممثل على الجمعيه وشكون من الناس اللي مستحضر. بطبيعه الحال احنا بعثنا مجموعه من المحامين وبعثنا رئيس الجمعيه باش يكون موجود وبعثنا الكاتب العام، هما جاوبوا قالوا انا رئيس الجمعيه والكاتب العام راه ما يحضروش، انظرني معاقبين خاطر النهار من نهارات احنا شكينا بالجامعه هذه. احنا راه ما نتفاجئوش من المواضيع هذه وعادي، بالنسبه عكس ذلك كانوا يفاجئونا خاطر فما ناس اللي تتكلم كما هكا ومن بعد في الافعال راه حاجه اخرى. اليوم انت الجلسه العامه فيها مفعوله، الجلسه العامه كلها موجوده على حوايج باطله وكله مبني على باطل فهو باطل. احنا لا مقلقتنا بجلسه عامه لا مقلقنا حتى شيء، ولو مش مقلقنا حضور عدم حضور رئيس الجمعيه، لانه انا ما حضرتش، عمري ما حضرت، في حضرت مره برك في جلسه وقت عام اللي تحت نتذكر باجا وجربه، جيتي بريزون على خاطر زوج جمعيات هذيك سون بليس، مي الباقي وديع بيدو يعرف بلكي كلمني انا ما نحبش نجي، انا من الجلسات العامه انا كنت نشوفهم في اغلب الحالات كانت تكون مالوريزمون نحن كرؤساء جمعيات حبينا باش تكون شكليه لا اكثر ولا اقل. باش تلتزموا معناها ماكمش ماشي؟ لا لا لا، فما فريق الدفاع مش يكون موجود بطبيعه الحال. رئيس النادي بطبيعه نحكي. رئيس النادي انا عندي اذن قضائي باش نمشي، انا تعرف عندي اذن نجم نحضر به اذن قضائي. مين انسان كيقول لك انت ما تجينيش في الجلسه العامه باش تمشي له، مشي له، مش عندك ما تمشي. وين باش نمشي انا ماشي جلسه عامه ثاني نقول لك انت ما نحبكش باش تجيني اليوم، وين عندك باش تمشي؟ سيد انا جاب حدايا رئيس جمعيه اول اسبوع على اساس وديع ويحب نعمل اجتماع ويحب تطلع الجلسه العامه، وزاد كلمني رئيس جمعيه اخر زاد كيف مش لازم باش نسميه مرات محترفه الاولى، ومش نعمل اجتماع قبل الجلسه العامه وكل، وانسان يجيك في الجلسه العامه يقول لك ما تحضرش، عندك ما تحضر معك اجتماع شنو بينك وبين رئيس الجامعه؟ معناها كنتوا باش تقعدوا؟ والله هذا شنو قال، انا جاني رئيس جمعيه بطبيعه الحال اذا في لا بروبوزيسيون. انا تعرف ما اللي بدا النزاع من اول نهار الى يومنا هذا، نهار تلعيت الوزير قال فما اجتماع قلت له ما عنديش مشكله، نهار تلعيت وقت مستشارين في رئيس الحكومه قالوا عندنا اجتماع قلت ما عنديش مشكله، نهار كلمني في نور الدين كيف معناها يكلمني يقول لك فما اجتماع قلت له ما عنديش مشكله، نجي با سوسي فور ريونيون، مي هذا كل ما يمنعش كونه احنا عندنا قضايا منشوره، ما يمنعش كونه احنا عندنا حق نتبعوا فيه. اليوم احنا الشاب راهي حقوقها رجعت بالطاس، نعاودوا وناكدوا الكلام هذايا، لو كان احنا ما ربحناش في الطاس اليوم ما نجموش نكونوا في الرابطه المحترفه الاولى، وما ينجمش هو يقترح باش يرجعنا، وراه يقول لك اليوم عندك احكام من برا والفيفا، واذا كان احنا نرجعوا الشاب تنتعاقبوا ما نتعاقبوا، اليوم رجعنا مي تبقى هو اليوم يلوج على ليزاكروباسي، انت عندك ديسيزيون موجوده لو 30 ديسمبر اقراوا النص نتاعها واقرا اليوم في اللور دي جور اش ماشي يعدي تو تعرفوا الباقي، معناها تعرفوا الانسان كيفاش قاعد يخمم، انت عندك ديسيزيون من لو 30 ديسمبر نحن معاقبين بروفيزوار جيسكا جوغدوي، انت قبل الجلسه العامه بجمعه ولا بجمعتين تبدل اللور دي جور نتاعها، يعني فما حوايج تو هذا كل ما نقولوه في كونفرنس بريس، احنا خلي تعاد الجلسه العامه وذيك وراه تو نقولوه في كونفرنس بريس، وراه الناس ماهمش دراو تو العباد تعرف ابسط انسان احنا عندنا في الشابه يعرف شنو هو ناوي سي وديع وشنو برنامج. اليوم تحضر في جلسه عامه معناها حاط لها ام بي جي بتاع 300 مليون، الجلسه العامه قبل انت جاهز بتاع الصبحيه تستقبل رؤساء الجمعيات في المرادي وتعمل جلسه عامه اليوم جاي وماخو اسباس معناها في الجولف هذايا، باقي ما نسميه نزول سي توفيق، باقي ما نسميه نزول، ما نسميه انت اسباس ماخذ اليوم معناها ليبر وماخذ لي تراس نتاعه وماخذ لي ريستورون نتاعه معناها حاط فيه فوق 100,000 دينار وتيل ليلتين ودنيا جلسه عامه، باش ترجع الشباب باش نعمل لك احنا باش نفرحوا احنا باش نجيبوا لك طبال قرقنا، ما فما حوايج معناها ما تزيدش على بعضها. انت كان تراجعت في الديسيزيون نتاعك و300 دينار نتاع الجلسه العامه عاونت بين الجمعيات اللي حاضرين كان يكون شيء. اليوم رؤساء الجمعيات هو فرحان به برشا، رؤساء الجمعيات اللي اي واحد فيهم وهم يسمعوا فيه الكل يطلبوه في التليفون 20,000 مره على الواتساب ما يجاوبهمش. اليوم شنو معناتها هاني فرحان وهاني جايك مش معقول، فما حوايج هذيك الرياضه في تونس احنا توبا احنا مانيش باش نهوني باش نجم نهز اذن انا وعندي ولا المناسبه مانيش باش نحضر باش ما يعنيش انا لا بالحضور ولا بالتصعيد الفارغ ولا بحال شيء. احنا عندنا عرفنا طريقه التاس، عرفنا طريقه التقاضي،
ندافع على الجمعية بتاعنا، حقوقنا محفوظة. تجي اليوم أنت، هل يعقل أنت اليوم بس تقول أنا مش نافع على رؤساء الجمعيات؟ تعدي رئيس جمعية معاقب مدى الحياة، معاقب مدى الحياة رئيس جمعية، تقول مش نافع لي ورئيس جمعية معاقب بعامين معدي اشترهم اللي هو عام وموكس مستهفها لي، ايش تحب انت؟ كيفاش انت تحب حسن النية وكيفاش انسان معناها مانيش كيس كيل شيرش احكي رئيس النادي الصفاقسي بتبيع منصف خميخة. ما سألتوش علاش مثلا السياسة هذه متاع التعامل بمكريين بين زوج جمعيات؟ بربي السياسة هذه انت ككاتب عام متاع جمعية بس يحضر في الجلسة العامة متاعه، كاتب عام متاعنا معنا سيفتو كمحامي، انساه سيفتو ككاتب عام معقب سيفته كمحامي في فريق الدفاع وتقول له ما تحذرش تحب تعمل انت اكثر كيف اذا اليوم احنا كي قلنا راه فما ايثار جمعيه على جمعيه راه مبلع مع جمعيات، فما جمعيات مبلع معها بالفلوس وتبلع وما عادش عارف روحه وش يعمل، وفما جمعيات معناها خانقهم في 20 وفي 30 مليون الناس قالت في كيف هذه ايثار جمعيه على جمعيه مش معقول الشيء هذا، مش معقول اخي روز جمعيات فرحانين هما تو جاي ولا هاني عامل سباس ولا وعشوات ولا هذه جمعيات اللي شفتهم جمعيات حاجتنا بالرياضه نحن تو كان بيجون طالع عندهم عاملين ما لعبوش ومش عارفين حتى مسيرهم وين اليوم. انت تعرف انت ولا انا شنو مسير الشامبيونا غدوه اش مش يصير؟ خلي تخمينات تخرج لي انت كل واحد يكتب هاي بول دويت في الجمعيه هذه ها وفما ماتش براج بتلعب استاد مش عارف شنو ها وفما مش معقول مش واضح حد شيء مش واضح حد شيء يوضح امور خلي الناس تعرف خلي العلم يتكلم وخلي شفافيه خلي الناس تحكي خلي شفافيه. انت اليوم تجي ما يجي بلاد عندك عام كامله وغدوه كمان ما بطلي شابه كامله جايه هنا يا اخي معنا ما نعملوا احنا هنا ناس نسيبه خلصها ونسيبه حره ليه هو الغريب انديه مثلا كما بون شباب بدرجه اقل ملعب تونسي مثلا شباب القيروان ما يعرفوش مصيرهم غدواوين معقولتي الناس قاعد تعمل في الديريكتريتمون في تشتغل كل شيء تحكي في الكوليس تحكي في العلن تحكي رئيس جامعة تحكي في العلن وقول باش نعمل هيك شكون يسالك انت تقول انت كتبت حاجه مقتنع بها قول راني مش عاملها مش تجي هي برا مثال وجلت سيد نفسها وتو نعدي والعباد الله يبارك هي ورقه خضراء هزيناها شنو جاي نعدي لي عقوبه انت من 30 ديسمبر انت نحيتني على عقوبه 30 ديسمبر انت عقوبه نحيتني على عقوبه بتاع 7 اكتوبر ولا هي رجعت في مواد الجمعه كستي شيخ تحب القانون دل عندك انت اللي كنت الناس اللي نصحوا فيه غالطين والناس اللي ماشيين اللي هو قاعد يخمم فما ناس تصور شبالها توا السيد مش يعملوا صنبه مش جديد 50 سنه اخرين غالط حسابيته فما امور اخرى صوت وضاح ومش مشكله رواني قلت لك احنا عندنا كونفرنس بريس تعملوها ومش معقول انت اليوم ما بوكس ما يدك الصلح تاع باش نداو واضحين بوكس ما يدك الصلح انت كي تكتب الصور رئيس جمعيه انت تعرف حتى تقول لي ايجا ما نجيكش تجي لي سي على الاقل فقط ستفيق عايش مس تفضل به دائم يسيري فانا ويجيك رئيس جمعية ويقترح ونحب نقعد ونحب شنو وبعد سيوديا قال جيني للجامعة جيني للجامعة انا مش جيك الجامعة انت جاي وكهيري الشاب ما خليت بالغاز ما خليت ما عملت فيهم غاديك وتسب فيهم وتعمل انا بش جيك انا الجامعة معقول كلمة ذي اخي انا شكاس جيرو بريزونت هيري الشاب كي انا مش جيك محليني انا جايك الجامعة ولا جايك الضرب الجامعة مش معقول الشيء معناها فقط كان الخلاف حول مكان الاجتماع ما عادش حاجه بسيطه هذه ولا استوفيق معناها كنت تجمد تقعد وتلقى حل ولا انا اغذري انا شوف يا سلام انا ما عنديش لا مشكله لا خلاف لا مكان ولا غير المكان انا اكد دوبل لونجاج ما عنديش مالوريزمون السياسه هذه بتاتا لازمها دوبل لونجاج انا ما كنتش اتصور الرياضه لازمها تريبل لونجاج الرياضه مع السيد هذا لازمك تكون متلون تعرف شنو متلون تصبح تحكي بلغه وفي نفس النهار تحكي بلغه وفي الليل تحكي بلغه احنا زي ما نجمتوش يعني ما لقيتوش حل وما فهمتوش يمكن انا بعيد ما فهمتوش انا الشيء هذا مش معقول احكي اخويا كارتي وتابل اللي عندك قول وين انا غالب اللي عندي قاعد نقول فيه اليوم جمعيه معناها شنو جمعيه بوس خوك وروح يعني عندي زوج ملعبيه بالبرا اجير مشاوشكا وبينا حكموا لهم 500 مليون والاحكام تاعهم جات الفيدراسيون حكموا لهم بالفيفا 500 الف دينار وعن طريق لجان تاعهم فما ملاعب يمنا صلحنا له 100 مليون الجماعه هذه اخي يزني يفهم اخي عدينا عام راحوا عندنا عن اونترينور وعندنا ملاعبيه وعندنا الدنيا الكل وما عندنا الفلوس اخذينا فلوس من الوزاره ولا اخذينا فلوس من البلديه ولا اخذينا فلوس حتى من شخص ولا حتى من سبونسور وحتى من مسؤول ايه وين ماشيين احنا في هذا الكل ما كنت اخذت قرارات القرارات بطلتهم لك المحكمة الدولية يحترم على الاقل الثالث يحترم الفيفا اخوي انت القضاء التونسي مش محترمه يحترم على الاقل انت السلطه اللي تراها اخي انا اليوم معاقب عليه عشان شكيت في حقي ما عنديش حق انا باش تشكي انت تعمل هل يعقل انت تو الديسيجن تاعنا بتاع العامين هذايا ومتاع الكاتب العام عندها عام عملنا 7 مطالب للترسيم الاستئناف 7 مطالب باش يعاين الاستئناف اخر مطلب عملنا عند جمعتين اعمل حتى 100 مطلب الكل ايش تحب انت اكثر من هيك يا اخي تحب انسان يحكم في الدنيا اليوم احب يبين لك كوني انا الكل
يا اخي تحب تو نجيب نطبلوا له واحنا باش نقولوا الله يبارك. مش معقول راهو اثر كيما امس كيما البارح بالنسبه لي انا كي طلبت الا عندي القديم هو الجديد والجديد هو القديم. هذاك هو انسان فما فرق بين انسان ما يدور الصلح وبين انسان مش ما يدور الصلح. انا كان يكلم فيا تو صديقي قريب ليا وقال لي راهو الشاب سيبان في خطب الشاب سيبان ورجع سيبان الشاب رجع نعرفوه راهو من الرجال قررتات راي البلاد كامله خرجت وقال الشاب رجع. معناها سي توفيق ما كنتش متخوفين من سي توفيق رجعها ودي راهو ما نجمش اي في الاطار هذايا ما كنتش متخوفين من ديسيزيون اخر انت تاخذ الجلسه العامه غدوه النوادي ما تصوتش معاكم مثلا. يا سام انا قلتها مره اثنين عشره مع الناس احنا رئيس نادي باش يجي يقول لك ما حاشيش بجمعيه في الكوره مستنى باتونس خشعنا معاهم احنا جمعيات باش يجيك رئيس نادي يقول لك انا ما حاشيش بهلال الشاب باش يكون في الكوره شنو اعطيني شنو هما جماعه التوفيق التوفيق مش نسالك طول انت تعرف الناس الكل والناس الكل تعرف اللي رئيس الجامعه عنده تاثير كبير على اغلب النوادي معناه لو كان يعرف روحه عنده تاثير كبير على اغلب النوادي راهو عنده ديسيزيون كيما هي نتاع 30 ديسمبر يقول انا طالب اعدام الشاب لانه يعرف روحه وقتها يصعب عليه باش الناس تمشي معاه في الموافقه. هو انا جاي يحب يقول لهم حب نرجعوا الشاب بالفعل حاب باش يمشيوا معاه نقول رجع الشاب انا تقول لي تاثير هما خاطر شنو تاثير خاطر احنا بالحق ما يقراوش قوانين انا هز مثال موافقين اما تقول لي اليوم باش تجي رئيس جمعيه كيف وانا معناها جهه مهما كان مهما كانت المعتمديه ولايه باش يجي يقول انا اليوم راني موافق باش نعدم هلال الشاب ماهوش معقول. حاولت تكلم رؤساء نوادي مع الجمعيات تاخذ رايهم في الموضوع ولا ليه مطمن معناها 100%؟ عم يسمعوا فيا معاك الناس كل انا كان فما رئيس جمعيه واحد برك يقول لك راهو طلبني قال لي هيك ولا هيك تفضل راهو يعرفوني تعرفني انت والناس الكل تعرف الوين كلم فيهم الوين هذا شيء نعرفوه احنا الوزير يا اخي سامحني انا راني عندي توا 5 سنين و6 سنين في الكوره وجاوني معناها النوادي في اللي كاتيجوري كل ما عندناش مشكله حتى كان عندي مشكله خاصه مع رئيس جمعيه ما نجمش رئيس جمعيه باش يقول لك مش نحدم جمعيه ما تنجمش تجي في مخك وما عندنا معاه حتى شيء مع النادي ما تسيرش اليوم عدم كثير الفيفا تقول لك نجم تعمل كل شيء بس تعدم جمعيه يا سي توفيق مانيش عارف شنو سبب الثقه نتاعك لكن انا نشك الحق بصراحه انا واحد من الناس كل شيء يصير في تونس يا سيب شوف كل شيء يصير معناتها شنو مش يقول له انت عاد هو ما يعدي العقوبه نتاعو كيما هي باش يبدلها في الصيغه نتاعها هو باش يجي يقول انا اليوم مش نرجع الى الشابه والرؤساء مش يقولوا لا احنا كنا نحدموا الى الشابه معناها مش معقول شوف فما حوايج ما تنجمش تصير وما تنجمش ما تنجمش انسان يقبلها وهاني قلت لك هو بدل ما تنجمش تبدل ديسيزيون نتاعك انت عندك ديسيزيون بدلتها وخذيتها بروفيزوار وتو باش ترجعها شنو باش تعملها شرعيه مش عارف يذبذب هو مش عارف روح شو يعمل وانا فاهم وراه عنده كان صلح مشكلته مع الشاب انا قلته من نهار الاول ونصحتها من اول كوميونيكاسيون معاك تذكرها يمكن عند عام وقلت له سيب عليك من الشاب وديما نقولها له كيما مكتوبه وسيب الشاب الى انت ري باش يسيب الشاب ويسكر جوش الشاب والاداره بتاع الشاب بس نحن على بالك الجمعيه الوحيده اليوم اللي عملنا لجلسه تقييميه لجلسه انتخابيه هو طالب توا لي بيلون على بالك كونه طالب هو معناها لونجاجمون بتاع الجمعيه حتى التريز احنا منين مش انا انجاجمون عملنا انجاجمون حتى شيء اليوم ما صبرنا حتى كونترا من اللي كونترا اللي صبيناهم معناها الماركات وحتى لو 15 معناها عندي لاعبيه قاعدين يستناو تو ما حبوا يصحوا معناتها تو هالياق الجمعيه انت حتى تزحها غدوه مش تعطيها 24 ولا 48 تور وجاي تبت واحد وتقول لها ايجي ريق امورك معناها حتى نكلموا مسؤول احنا غاديك معاهم في مكتب الجامعه يقول مش مشكله تو نخلي لكم بعد نهار وزوز نهارتها باش نلاقوا الجامعه محلوله وريق امورك اليوم انا بعثوا لهم كوريين ما يقبلوهوش اليوم الجامعه تبعث لي كوريين ما تقبلوش معناها ايش اكثر من هيك تمشي لها عاد المنفذ ما راهو فما حوايج انا نجوخ فيهم راهو تمشي لها عاد المنفذ يزيلها ورقه تقول له لا ما نقبلش برا شبه بالارتيكل 8 من وين مش توصل الحكايه هذه انت غدوه مش تعدي سامحني انت غدوه مش تعدي لي بيلون شنو لي بيلون اخي بعث لنا لي بيلون شفناه فما جمعيه شافت لي بيلون تاع الجمعيه فما جمعيه تو شافت لي بيلون تاع الجامعه والمصاريف تاع عميل الا غدوه مش يهز ورقه خضراء ونطبق عليها نحن تو راهو اليوم عندنا دي اكسبيرت يخدم عندنا تو بريسك ثلاث شهور يقرقوا به اخر كوري بعثوا له البارح ولا اليوم ما حبش يجيب لهم حسابات ما حبش يجيب حتى ورقه فقط خلينا نحكي ما عادش عندي بشاوير نحكي شويه ريافين الفريق حاضر اليوم خاصه ما لعبتوش مقابلات وديه نعرفوا اغلب النوادي رفض باش تلعب لكم الترجي عنده مقابله معاكم اليوم في ساعه كيفاش تفهمتوا مع الترجي كيفاش الترجي جاء ضد الفرق الكل مع شنو صار؟ لا ما عندناش اليوم مقابله مع الترجي الغيت اللي ما نعرفش شنو السبب هذيك سيتي ان انجاجمون تكلم مع لونترينور تفاهموا في دو ماتش الجمعه والسبت بعدين لونترينور بتاعهم تكلم الى يعني لي الماتش نتاعنا الجمعه مش يلعبوا بودويكا الجمعيه احنا ما حرزنا حتى جمعيه قبل باش نقولوا نلعبوا معاكم ما طلبناش لانه مش تحرجوا معنا احنا لعبنا المره فايته مع القلعه الصغيره معناها رئيس الجمعيه بارك الله فيه مشكور
لقيته متقلق ومتحرج وكل، لأنك اليوم ما يتكلموش الجامعة، ما يكلموه أكل دايرين بالجامعة. ورد بالك تلعب راك تلعب معه تولي معاه تضيفه، حتى أربيتر ما تلقاش شيء، هي أربيتر نجيبه في أربيتر اللي هو مركز يعني اللي هم يا معاد يا عمو حد شيء. شوف اليوم فما مناخ مش باهي، وفما إنسان مازال هنا عنده جلسة عامة مش مازال هالساعة وما مازال 24 أور يصفي أموره ويدخل جلسة عامة ينحي اللي عنده في مخه قاعد يدور يا بالتاريخ هذي راهي معناها ماهيش مشتوفة. أنا الراهة ماهيش مشتوفة كل صدق معناها بتاتر، فمن أنا واقعي كل لك راول صحيح ماهوش بالطريقة ذيك باش يصلح ورعيته. صلح ورعيته اليوم احنا خذينا أحكامنا، احترم الأحكام بتاعنا اللي خذيناها، والسلام عليكم. واضح مش ما نسأل حتى حاجة أخرى. واضح، يعطيك صحة، شكرا لك سي توفيق على تدخلك معنا. إن شاء الله غدوة الوقت هذا نلقاو هلال الشاب يعود في مكانه الطبيعي في القسم الأول، خاصة بعد الموسم الأول المحترم جدا اللي قضاه الفريق. أكيد فريق خسرناه برشا الموسم الماضي، إن شاء الله الموسم القادم نلقاه في الأبطال الأولى. سهيلة سمعي في الأخبار وبعد راجعين.